بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدين مايو مدحوين كحيكا جمهوريه سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل شيرعي قدومي كحيكا كوباد قولها وكيل هذا مدن جيري حلدبان هذا كلاه فديا حلدبان هذا كلاه فديا قولها وكيل هذا وزير هذا صاحب كي دوقة عاصمة عبد الكريم أحمد موجي قدومي هي هذا شغالها هي دماني تكلم إلا ويو قدومي هي هذا شغالها رنتي وهي مكان خالد تفرد مع خالد برت اللي قدر أنه بصدق حكم ده أنه صور الشغالين تالك تفرد ذا آدي آدبان إذن سلام يا إذن كنا ما هذا غيا أنا بهذا الكبدين مايو وحان هم بليين يا ibka maardiyada aan idhaahdaade ardaydi halkan fadhida ee ka qalin jabisay maxadka tababarka shaqaalaha dawladda oo runtii aan isleeyahay aqoontooda hadii laga faa'iideysto oo la dhiirri geliyo waa wax loo baahan yahay waa wax lagu gaari karo meel lagu gaari karo waxa loo baahan yahay تعليم السراء قفكم مركم مريه هل كان وحا وغا بلابانتا وحا لرا هل ابورك ان كستو هل ابورك ولا بلابو علم هيار مركو يري هي اي يا هي هذا البردكا سد سؤال بك ودين يا كلا نوعه او قار كود كغو ادغ يهين طب ادنا هل كان سو كلا و هل كان لا بلابو قفكه ان لا ديري غليو هل ابوركيس مركا لا اركو لكن وحنا نغا امس ما حد كو هذيسا وحبين وين وين نيت جبنا نرجع قبلونا هل كان أكل وهل كان هالبور كل جبه هي اللي قبلها بو وقوت أدبرتاي هذا النقطة بنجي وحي عادي قتمر بين الله بحضه وكذا ما نسى بنجي واحد قتها دم وحلو قدرين وده ماذا وحلو بها هي مركا هالأبور فربضان قف كيلو لي ما دي محاينو قد شيء ذا حتى قاب كيني مك تعليته إلى متى ريك صوب بلاو إلى سكندري كاري وقاب تقليدية وقاب كي تهلك أشوك تاي وخصوصا وضع برتاي ويري هاي اسمه ذلك اللوس مي ميلا قار كودن واحد مدمين وهاس وصعد بعد مدواية واحد شرين هالأور عصب مثلا تعليمته أما وزارة واحد برشاد وكرة تسارك سوقات هذا إلى هذا هي كوميشن اللي هو كوميشن كا ما هو كوميشن كتعليم تسري كوميشن واحد برشاد ومنهج كي يجي ومعلمين تي يجي وواحد برشاد يجي وأرض يجي ووزير كون وغلني كسياسة دون سمينا يا اسمه الباي من لها لكن واحد مده هلك هو سر رسالة هلك هو هو سيسن ما ملكينه هل ملؤون كسب بحياه أو آنو دبنا يمن عينين هل أبور كأنو يمن عينين وحلا جاي وما أنت هنا تشوفه هرجيسة إنت صوب بقول أو بروفيسور أو قويان أو آنو إلو بحنا إن أي كفاءة يسته وسارد وحبرشة أو أي فريسي سو أي لطشة أو تلوي ديسو أو هل أبور أيو سميسو ما أنت هذيك اللي ذكر بهاي، وحكى له إنك اللي نجرها بقول له إن مسؤوليته، إخلاك هيا، أقويها كاسمير كو حفيز هذا إنه كسر نقطة، إن إنه كفى إذا سنو مسكحه أوفى صحن إياه وتلده ودي أهل كود يا وحي كين يعني إن يسويش كدولة ده كسر كردينا يا، أيا اللي نجرها بهاي، اللي نجرها مو بهنا، إن كهالك اسمه ما أنت ماستر كا. يعني حفيز كي جاي منايا هذا أنا شغال هذا مثال كافوريسو وح الله لي وح وح لي هذا إن دراسة ما كنا عقفك وش حجورة ومسك هذا سوى قنجورة يا ويوح يسمعه لو كبرت كريا يمله كيف يدشتي يمله وح كشيء جاي يمله كيف فافيا يمله وح كيف يدشتي يمله هلا بور كوسة ما يها دوا يو وأني وارد صرت أقو وأنا سلاله وركن وابكاء قوم بذي هب الله وارد وح ويانا وينو كتشبي
sidaa sun bay noqon doonaa iyo si kasi liidataa waxa loo baahan yahay mas'uuliyiinta halka fadhida cidda qusaysa inay maanta aqoonyaha halka fadhiyan maskaxdooda u sii deeyso oo u fasaxdo oo ay isu shakay tagaan ay wax ku kordhiyaan oo laga faa'iideysto ayaynu baahanahay halabuurku qofku waa inuu fahamsan yahay marka hore waxa uu doonayo marka uu halabuurayo waxa uu doonayo inuu fahamsan yahay maxaad rabtaa laba dariiqo uu marayo waa inuu garanayaa waxaan uu doonayo inuu curiyo halabuur macnaheedu waa curiya soomaa waa inuu fahamsan yahay waxa uu doonayo inuu curiyo iyo wadada uu marayo masalan halku ka baarayo haddii ilmo iga lumay makaaniga oo idaacadda iga lumo wana idaacaddii ka baaro inaan ka baaro niyo hargeysa ka soo baaro dee miyaan helayaa waa inuu horta halkii raadkiisa ka raaca ka baaraa baa la iga baahan yahay qodob kale waxa weeye waa waqtiga waqtigeennu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay celceliska cimriga ummaddiisu inay tahay 60 sannadood soo maaha 20 sannadood waynu hurudnaa soolayna meel hoste saacad ma qofku u baahan yahay waa qofka ugu yar weliba qaar baan kicinba ah 28 saacad baynu hurudnaa bishii 10 cashaynu hurudnaa sanadkii 4 bilood baynu hurudnaa ilaa waa wada wanteere 8 saacadood waa 24 saacad oo 3 loo qaybiyay meel ka mid ah waynu hurudnaa 60 sannadood 20 baynu hurudnaa inta kale intaynu wax cunayna intaynu labisanayna intaynu wax isku eegayna intaynu meel fadhina intaynu tukanayna maxaa u soo haraya nolosha intii kale fikirkeedii bal qof walba ku xisaabtay inta ku soo haraysa qodobkii u dambeeyay wax weeye tiknoolojiyad bay imkeen u soo korodhay waxaynu u baahanahay in laga faa'iideysto waxa laga intaynu halka fadhida dhammaanteed waxaynu wada leenahay Facebook wax la yiraahdo intay wax ka faa'iideey wax ku kordhisa intay leegtahay waxa ugu badan in ku kordhinaa waa kuma yaro meel lagu qoro waa qof lagu aflagaadeeyo waa sawir yaroo la soo dhigo habluhuna inta badan waxay ka faa'iidaan un bahare sharcankana yidhaahdaan ay inta badan ka faa'iidaan aynu isku dayno isaga laftiisa inaynu wax ku kordhino tiknoolojiyada inaynu wax ku kordhino aynu isku dayno waxaan kaga baxayaa ku gebagabeynaya qofku inuu noqdo qof muhiima faa'iido ma laha qof muhiima oo muuqda inuu yahay macno ay leedahay ma jirto waxa muhiima qofku inuu yahay qof wanaagsan wax laga faa'iidayo haddaan maantaba caan noqdo hebel noqdo la sheegsheego biraayo baas aan noqdo qof laga yaaba aan noqdo waxa laga xumada ku kordhinaya ma jirto laakiin qof wanaagsan oo ummadda wax ku kordhinayo ayaa qofka looga baahan yahay noo inaan muhiim ahay ma aha inaan muhiim ahay waa inaan wanaagsan ahay ummadda wax ku kordhinaya waxbarashadu waa inuu qofka caqligiisa iyo garaadkiisa wax ka bedeshaa tusaale aabbaha baa kugu soo tabcay iskuul buu kugu soo daray wuu kugu kharash garoobay ama hooyada maalintu jaamacad ka saaro maanta ah luqaddu ku hadlayay baad ku hadashay adigu maxaad faa'iidaysay markaas waqtiga kharash baad lumin halkaasaa soo tagto markaasa waxaad haddaynu haddaan reer hebel lahay waa dulmanaa hadda waa intii aabbaha ku hadlayay waa intii uga ku hadlayay maxaad umadda u faa'iidaysay maxaad waqtiga ka faa'iidaysay wax allaali wax faa'iido soo kordhay ma jiro waxaynu u baahannahay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa xildhibaanada reer awdal iyagoo ujeeddadu ay tahay taanu ka hadlaynay u guureen luqad kale oo ah gobolka awdal halkay reer hebelka odhan lahaayeen ayay u guureen gobolka awdal wax macno la weeye haddaan imi kaftan ku dhammaysto dee in reer bari aanahay berbera iyo burco iyo harge iyo ceyrgaabo iyo lascod waan mateli karaa haddaan idhaahdo 10 gudoomiye shaqaalaha soo maray hay-adda shaqaalaha dowladda oo 8 hargeysa lamana boorama ahayd ma dambi baa asalaamu calaykum masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121